اهلا بيكم مره ثانيه، رجعنا عشان نكمل كلامنا مع الاستاذ محمد صادق اللي منورنا واللي دايما بيمتعنا الحقيقه بالكثير والكثير من التفاصيل، مش مجرد معلومات عامه كده وخلاص من على الوش، لا تفاصيل التفاصيل. وقفنا عند سنه 34. هو المفروض احنا نخش في 90 على طول، بس في لقطه كده في 30 ثانيه كده قبل نقولها على طول. ان في البطوله من 34 او من 30 لغايه 1970 احنا انسحبنا 6 مرات. انسحبنا كتير قوي، 6 مرات. دي ظروف سياسيه بقى. وانت عارف يعني 6 مرات يعني 24 سنه ما بينا، ده في من 58 ل 70 دي 4 بطولات ورا بعض انسحبنا منهم لظروف سياسيه، وفي في الاول ظروف، وفي بطولتين ما انسحبناش، البطوله ما اتقامتش اصلا. ظروف سياسيه بتمر بيها البلد ولا ظروف سياسيه حوالينا وكده. ده كله بالتاريخ يعني. وفي بطولتين هم الاتحاد ده ما عملش البطوله، كانت في 42 و46 الحرب العالميه بقى. الحرب العالميه طبعا. 38 اتعملت طبعا البطوله، لكن ايه ما اتلغتش لان كانش في حرب. 39 39 حرب ان هي تتلغي، يعني الدول عمالين يدقوا في بعض، اكيد مش هيلعبوا ماتش كوره. الظروف زي اللي احنا فيها دلوقتي يعني تبقى ظروف سياسيه يعني وكده. هنروح بقى بعد كده بقى من 34، يا نهار ابيض، 56 سنه. كانت مفاجاه عظيمه، انا حضرت الماتش ده، كنت في الاستاد كمان، كان فرحه ودموع غير عاديه يعني. وكنا روحنا الاستاد من الساعه 9 الصبح قاعدين. وازاي بقى ان احنا رحنا لعبنا ماتش الجزائر ده، لعبنا هناك في القسنطينه 0-0، وعملنا ماتش عظيم جدا، وجينا هنا كنا مشدودين. عشان كده بنطمن الناس ان احنا بنلعب بره ارضنا بنلعب اقوى، وان كان هنا ربنا يوفقنا عشان الجمهور. دي نقطه مهمه قوي يا استاذ محمد طبعاً. ويطمننا على بكره، فكره ان احنا بره ارضنا حتى مع الضغوطات ومش وسط جمهورنا بس وعارفين احنا عايزين ايه. احنا بنلعب ماتش هنا عايزين نكسب، ده التاريخ بس بقى. ازاي ده التاريخ اللي بيقول، لكن لما بنروح هناك عارفين اللي هنا ولا علينا عايزين ايه من الماتش. صحيح، ده بيفيدنا يعني. هنرجع بقى هنا، يا سلام. اول بقى ما 89 90، ها انا قلت 90 ده وصلنا كاس العالم، لكن 89 تصفيات، كابتن ربيع ياسين طبعا، وكابتن خالد عيد وابراهيم، كابتن ابراهيم حاسس، كابتن طاهر ابو زيد، كابتن بدر لجج، احمد رمزي، ها شكلهم صغير قوي طبعا. ده تيم، دول كانوا بيلعبوا في التصفيات كمان، في ناس ما وصلتش كاس العالم، في ناس ما لعبتش في كاس العالم، لكن دول كانوا موجودين من التصفيات. في اكتر من لعيب ما وصلوش، واخد بالك ازاي؟ زي كابتن طاهر ابو زيد ما لعبش، كابتن خالد العيد، كانوا في ناس احتياطيين ما لعبوش، لكن احنا هنقول في اساسيات كابتن شوبير. وعايزين نقطه مهمه، ان اول حارس نادي الاهلي كان هو في كاس العالم 94 مصطفى كامل منصور. ها اخر 90 كان مين؟ كابتن شوبير. 18 كابتن عصام الحضري طبعا. دلوقتي كابتن محمد الشناوي طبعا. يعني معنى كده مصر في امان، عرين النادي الاهلي ويحرص عرين مصر. صحيح. فهنشوف برضو صوره ثانيه بعد اذن ايوه، منتخب مصر في كاس العالم، الجوهري اطمئنوا سنشرف مصر. شوف بقى النجوم الكبار، كابتن مجدي طلبه، كابتن احمد الكاس طبعا. كابتن علاء ميهوب، كابتن اسامه عرابي، كابتن علاء ميهوب بقى ما عرفوش ابدا، شكله مختلف وشعره مختلف كان بقى لسه بقى في البدايه بقى كان ليه في لعيبه. كابتن ايمن شوقي نفس الشكل، ايمن شوقي كان نفس الشكل على فكره. كابتن ثابت البطل الله يرحمه الله، والبديل كابتن ايمن طاهر، كابتن اسامه عرابي، كلهم. شوف كابتن شوبير، كابتن ثابت البطل، هم موجودين وكلهم نجوم، كلهم. كابتن الجوهر رحمه الله طبعا ما ننساش، كان ليه دور مهم جدا، وان كانوا كانوا يقولوا عليه خطه دفاعيه، خطه دفاعيه زي احنا بنتكلم دلوقتي، زي ما قلنا على كوبر الفتره اللي فاتت خطه دفاعيه، دلوقتي كروش خطه دفاعيه، لكن المهم الهدف نحققه. في صوره ثانيه كمان بعديها لو سمحت. الله، دي الصوره بقى جايبه بالطول، الكابتن حسام حسن مبسوط، والكابتن احمد كاس بعد رفع له الكوره، ها، والجون اهي اللي اسعدنا جميعا، جه في اول اللقاء، ها، وكان ماتش بقى فريق مصر يهزم فريق بعد موقعه ضاربه 1-0. حسام حسن سجل هدف الطلياني من كرة عرضية للكأس. ليه بيقول لك هدف الطلياني؟ أيوة. ايه معنى كلمة هدف الطلياني؟ يعني الهدف اللي ودانا ايطاليا، لان كأس العالم كان فين؟ ايطاليا. ونزلت عدالة السماء على استاد باليرمو طبعا، كنا قاعدين فرحانين. الجملة دي ما تتنسيش. والبحرية قاعد رافع علم مصر، حاجة طبعا، حاجة افتخار، وان شاء الله هنوصل، وبرضه الجمهور هيشرف مصر. نشوف برضو حاجة بعديها جميلة برضو، أنا بجيب لكم كل العناوين اللي نزلت ساعتها. جميل. الفريق المصري يهزم فريق الجزائر 1-0، حسام حسن يسجل هدف الفوز من كرة عرضية الكأس. الرئيس السابق وأنا فريق أداء متميز والروح الرياضية العالية. شوف ده اللي بنتكلم عليه، إحنا ده اللي إحنا بنراهن عليه، وهو الروح الرياضية والأداء المتميز الرجولي. دي كان ده بقى كان جورنال اسمه أستاذ العرب جميل قوي، بهدف حسام وصلنا بسلام. بص هنا بنبتدي في سجعة كده يعني في كده زي الجرايد اللي بتبقى شديده شويه، عوضنا الخسائر. بص العنوان الفرعي ده، كورتنا جلجلت وجماهيرنا صهللت وفرحه المصريين. بقول لك في سجعة. فرحه المصريين بعد صبر السنين طبعا. احنا وصلنا بعد 56 سنه،
كتير قوي طبعا يعني طبعا يعني عقود ناس عدت وما شافتش مين مصر في كاس العالم صح ولسه في صور هنا بقى دي لقطه من ورا الجون جميله قوي والجون جاي هنا ده كابتن حسام حسن وكابتن جمال عبد الحميد وعايز اقول يعني الجمهور ده فوق احنا كنا قاعدين فوق في العواميد في النور طلعنا فوق انا طلعت فوق العمود كنت هموت في اليوم ده طب وده كلام يعني احنا دلوقتي نقول للجماهير التزموا بالمقاعد انت طالع فوق عمود النور يا استاذ بتختلف دلوقتي في النظام لكن ساعتها ايه اللي طلعك فوق العمود بتاع النور طيب بره احنا كنا بنبص بره كان قاسم مشترك جوه 120,000 وبره في بتاع 40,000 مش عارفين يتفرجوا مش عارفين يخشوا اه طبعا والامن محاوط حد فرحه